بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، ودائما بداية كل يوم نقول لكم بداية يوم جديد نبدأه بنشاط بتفاؤل بعطاء وبكل إيجابية، وأكيد ما ننسى الابتسامة الدائمة. ونقول لكم مشاهدينا حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صباح الدوحة اللي يجيكم كل يوميا من الساعة 8 لين الساعة 9. طبعا البرنامج ننقل لكم الأنشطة والفعاليات وكل ما هو حصري وجديد اللي يدور الأشياء اللي تصير في دولتنا الحبيبة قطر. وأنا اليوم متواجد في مركز آمال لذوي الاحتياجات الخاصة، راح نتعرف على المركز وناخذ فيه جولة ونشوف الأنشطة والفعاليات. لكن قبل لا نبدأ هذه الجولة خلونا نصبح على الزميلة زهرة ونشوف وين مكانها وشو الفعالية اللي عندها. الزميلة زهرة، أسعد الله صباحك، وين مكانك؟ صباح الورد زميلي إبراهيم، وأكيد نصبح على جميع المشاهدين صباح التفاؤل، صباح النشاط، صباح نهاية الأسبوع إن شاء الله وبداية إجازة ممتعة للجميع. إبراهيم، لازلنا في أجواء الاحتفال بكأس العالم والتزامن مع هذا الحدث العالمي المنتظر. من داخل يوم إبراهيم، مدرسة أم سلمة أوبريت للتعريف عن ثقافات الشعوب والتناغم بين الشعوب، رقصات وأغاني، والتعرف أيضا على الزي لكل بلد والأعلام وأيضا الثقافات. بعد قليل من داخل مدرسة أم سلمة انتظرونا، أكيد نرجع لك زميلي إبراهيم لنشاهد ما لديك. نعم، يعطيك العافية وعساك على القوة والتوفيق في نقلك. طبعا مشاهدينا مثل ما ذكرت لكم أنا متواجد في مركز آمال لذوي الاحتياجات الخاصة، والحديث أكثر حول هذا المركز يسعدنا أن ينضم معنا الأستاذ محمد يسري المدير الإداري للمركز. نقول لك صباح الخير، نرحب فيك. أهلا وسهلا بحضرتك ونرحب بحضرتكم. في البداية الله يعطيك العافية، قبل أن نتكلم على الأنشطة والفعاليات خلنا نعطي نبذة عن المركز ونعرف المشاهدين عن هذا المركز. أوكي، إحنا مركز أمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مركز تأهيلي وتعليمي، بنقدم خدمات تأهيلية وتعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. جميع الإعاقات بنقدر نستقبلها في المركز. عندنا صفوف تدخل مبكر، عندنا صفوف خاصة بأطفال التوحد، عندنا صفوف خاصة بالتأهيل المهني، عندنا صفوف خاصة بالداون سندروم، عندنا صفوف خاصة بالإعاقات العقلية البسيطة. وبنقدم خدمات فردية منها التدريب الأكاديمي، التدريب اللغوي، تدريب العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي. دي نبذة سريعة من الخدمات اللي احنا بنقدمها داخل المركز. حلو، ممتاز. خلينا نتكلم عن الأعمار، أعمار الطلبة أو الأطفال اللي تاخذونهم. احنا بنقدم عمر الطلاب اللي بنقدر نستقبلها داخل المركز تقريبا من 3 سنوات حتى 20 سنة. من 3 سنوات حتى 20 سنة. طيب خلينا نتكلم على، يعني انتم موجودين وفاتحين طول السنه من بدايه السنه ولا انتم تمشون مع المدارس طول السنه؟ شغالين طول السنه، شغالين، ما فيش يعني ما عندناش اجازه غير الاجازات الرسميه بس من الدوله. حلو، خلينا نتكلم استاذ محمد عن الدمج اليوم دمج ذوي الاحتياجات الخاصه مع المجتمع، مع الاطفال الاخرين. هل في عندكم مثل هذه الفكره او الانشطه؟ عندنا صف من الصفوف اللي هو المقابل المدرسه بيتم دمج فيها الطلاب عشان يتأهلون ان هم يروحوا المدرسه، وتأهلهم داخل الصف عشان يقدروا ان هم يدخلوا المدرسه طبعا بعد الاختبارات اللي من الوزاره. جميل، شلون تشوف تعاون اولياء الامور معاكم كمدرسه؟ الحمد لله، تعامل يعني دايما بيننا وبين تعاون دايما بيننا وبين اولياء الامور من خلال الدفتر المتابعه اليومي، من خلال الاتصالات، من خلال الاجتماعات معاهم. يعني في تعاون الحمد لله بيننا وبينهم دايما ان شاء الله. جميل، وانا جاي شفتكم مزينين المدرسه باعلام كاس العالم، فعندكم اكيد فعاليه بخصوص كاس العالم، خلينا نتكلم عنها. عندنا فعالية اليوم بخصوص كأس العالم للصفوف، فيها يعني بنقدم فعالية خاصة بالأولاد، أنشطة رياضية، أنشطة فنية، أنشطة يدوية، فيها خاصة للطلاب لكأس العالم. نعم جميل، يعني عندنا مثل هذا النشاط وأنشطة أخرى بعد. إيش الأنشطة اللي ذكرتها؟
عندنا تاني أنشطة يدوية، أنشطة يدوية بسيطة خاصة بالقسم المهني، وعندنا أنشطة حركية خاصة بكرة القدم. جميل، الله يعطيكم العافية. طيب الحين بخصوص كأس العالم، أنتم سويتوا هذه الفعالية، لكن طول السنة شنو الفعاليات اللي تقدمونها؟ هل في أشياء يعني جديدة، أنشطة، عشان يعني ما يصير روتين بالنسبة حق الأطفال؟ في بنعمل أنشطة خارجية للطلاب خارج المركز بالتعاون مع خارجية. ممكن تودونهم رحلات يعني؟ رحلات بنوديهم رحلات خاصة زي التسوق، زي رحلة للحديقة، يروح يلعبوا في الحديقة. طبعا هذا الصف، هذا احدى الصفوف. السلام عليكم، صباح الخير، ممكن كلمة من اي حد فيكم؟ تفضل. استاذ ريم، نصبح عليك بالخير. ممكن نتكلم عن الصف، عن الانشطه اللي تسوونها ومع الاطفال؟ بالنسبه للصفوف يتم دمج الاطفال طبعا حسب العمر وحسب الحاله المشخص فيها الطفل. بنقوم بنشتغل على الجانبين اللي هو اهم شيء، جانب الرعايه الذاتيه وجانب الاجتماعي، من خلال دمج الاطفال مع بعض، نعلمهم كيف تواصل بين بعضهم، اللعب مع بعض وكذا، واحترام قواعد الصف. بالنسبه للرعايه الذاتيه حسب قدره الطالب وحسب تقييم الطالب، فنشتغل كمان حتى الحمام مخصص مهيئ للأولاد، يعني مشان ندربهم كيف يغسلوا إيديهم مثلا، يكونوا يعني أكثر ما يمكن استقلاليين ويقدروا يعاولوا على حالهم. جميل، الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة. مرحبا، نصبح عليك بالخير. تعرف اسمك؟ أنا أحمد، مدير المركز، مدير التنفيذي لمركز أمل. تفضل نطلع بس عشان المكان. استاذ احمد الله يعطيك العافيه. طبعا اوجي نشكر الاستاذ محمد على البدايه والجوله اللي اخذنا فيها. نكمل معك استاذ احمد. جميل، خلينا نتكلم، كنا نتكلم على الانشطه والفعاليات في المركز، واليوم عندكم نشاط بخصوص كاس العالم، يعني خلينا نتكلم اكثر عنه. والله شوف، التحضيرات لموضوع كاس العالم كبيره، والحين احنا قدر الامكان ابتدينا ندخل افكار للطلاب انه في فعاليه كبيره بتصير في الدوحه، وانه كل صف صار بيشجع فريق، وحطينا اعلام وجهزنا بعض الانشطه اللي خاصه بموضوع التدريب على كره القدم، جبنا لهم جول، يعني شوي يعني يدخلوا بجو البطوله. تمام، يعني شعور الاطفال ان هم مشاركين. تعرف انت الاشخاص ذوي الاعاقه شوي بيحتاجوا تهيئه اكثر من غيرهم ليتعودوا على شيء معين، فاحنا ابتدينا اليوم اول نشاط في هذا المجال، وان شاء الله تكون الامور تمام، هم يبتدوا يتقبلوا، وخصوصا الاطفال اللي عندهم داون سيندروم، هم بيحبوا كره القدم اكثر من غيرهم، وبيحبوا التواصل مع باقي اعضاء الفريق، فان شاء الله بتكون الامور تمام. جميل والله. إذا شلون شفتوا ردود فعل أولياء الأمور أو تفاعلهم مع هذا النشاط؟ الأولياء الأمور جدا مبسوطين. نحن أنت بتعرف صارنا سنتين موقفين أنشطة بسبب كورونا، فالحين لما نرجع بنشاط كبير وعلى مستوى الدولة، فهذا الشيء جدا مهم بالنسبة لأولياء الأمور. النقطة الثانية، شعور الأطفال إن هم عم بيعملوا كمان جانب ترفيهي، لأن بيضلوا أطفال حتى وإن كانوا ذوي إعاقة، فهني بيحتاجوا جانب ترفيهي بحياتهم، فاحنا ان شاء الله نقدر نغذي هذا الجانب بشكل كافي. جميل استاذي، انا ودي اسالك عن اهميه تواصل اولياء الامور مع المركز، مع الاساتذه، المتابعه الدائمه. هلا احنا في عندنا عده وسائل احنا نتواصل فيها مع اولياء الامور. في دفتر متابعه يومي بنتابع فيه مع الاهل كل الاشياء اللي بياخذها الطالب بالكلاس، بيتابعوها الاهل في البيت. هي اول نقطه. النقطه الثانيه، في مسجات ورسائل يوميه بتوصل للاهل، فيديوهات، يعني في عدة تواصل، في اجتماعات دورية لكل ولي أمر، كل 3 أشهر بنرسل خطة للطفل، بيقدروا الأهل بيجوا بناقشوها مع الأخصائيين، بحق للأهل يجوا يحضروا بأي وقت الجلسات عن طريق الكاميرا، يشوفوا إيش منهم بيأخذوا، التوصيات اللي لازم يأخذوها كيف يطبقوا في البيت مثل ما إحنا عم نطبق في المركز، فالتواصل جدا مهم ولازم يكون فعال. وهل في يصير تطور يعني في الطالب نفسه بسلوكه بفكره من خلال المركز؟ احنا عاده بنعمل خطط كل 3 أشهر عن الطالب، فالخطه هاي بيتم مناقشتها على اساس الاهداف اللي تم وضعها في 7 مجالات. المركز بيقدم 7 خدمات، وكل 3 أشهر بنشوف تقرير تقدم قديش تقدم الطالب في هذا الشيء او لا. جميل. مساء، تكلمت مع استاذ محمد عن دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه مع الطلاب العاديين. اليوم احنا خلينا نشوف، لو شفنا عندكم طالب مثلا هو متميز بشغله معينه مثلا بالكوره غير عن باقي الطلاب، ولا متميز في الرسم، هل يصير تبني من خلال المركز، او ممكن تبلغون ولي الامر، هل في يعني ممكن انتم توصلونه لمكان؟ احنا من ضمن الحالات التقييم، الاشياء اللي بنقيم فيها الطلاب، بنقيم مواهبهم، بنقيم يعني
هوايات الطلاب تمام، ونحن نقدر نوجه الطلاب دائما للمكان الصحيح. يعني على سبيل المثال في الاتحاد القطري ذوي الاحتياجات الخاصه احنا بننسق معهم حتى الطلاب المتميزين في مجال الرياضه يكملوا معهم، بالاضافه انه مركزنا شارك في اكثر من بطوله في اكثر من مكان واخذوا تكريمات وجوائز، انه سواء كان في السباحه او في كره القدم. يعني احنا دائما بنحاول نشرك هاي الفئه بجميع الانشطه الرياضيه اللي بتصير في الدوله. النقطة الأهم لما احنا بنشوف انه في طالب متميز في مجال معين احنا بنرسله للنادي الأنسب، يعني بالإضافة لدمجهم في الأنشطة في دمج في الجانب الأكاديمي. سنويا بيطلع من عندنا مجموعة طلاب بيروحوا مدرسة عادية صاروا جاهزين انه او مهيئين انه يتعلموا بالتعليم العام، فهذا جدا يعتبر إنجاز مهم انك تحول طفل من التعليم الخاص الى البيئة الأفضل، يعني الأفضل اللي هي بيئة الدمج. جميل. أستاذ أحمد، هل في شروط للانتساب لهذا المركز؟ ممكن ولي أمر الحين قاعد يشوف يقول والله المركز عجبني خلني أدخل ولدي أو طفل. احنا عادة نستقبل كل الحالات ما عدا الإعاقة السمعية والبصرية، لأن الإعاقة السمعية والبصرية لهم برامج مخصصة محتاجة حتى تصميم مبنى مختلف. كل الإعاقات ما عدا السمعية والبصرية، واحنا بنقدم في المركز تعليم وتأهيل وترفيه. الطلاب بيتعلموا في هذا المكان وبتأهلوا في قدم خدمات سهلية، وبنفس الوقت بيكون عندهم أنشطة ترفيهية. ما في شروط محددة غير أنه الطفل يكون عنده مشكلة، لأن إحنا ما بنقبل الأطفال العاديين تماما. أي طفل غير عادي عنده أي مشكلة سواء كان لغوية أو اجتماعية أو معرفية، فإحنا بيكون في عندنا صعوبة أنه إحنا نستقبل طفل طبيعي. جميل. طيب شنو رسالتك حق ولي الأمر اللي مثلا عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بس مو بقاعد يدخله هذه المراكز، مخليه عنده في البيت، تعامله خاص معه، شنو الرسالة؟ يعني هاي رسالة أنا بحب أوصلها لكل أولياء الأمور. النقطة رقم واحد، بمجرد أن تعتبر أن ابنك عنده أي مشكلة لا تتأخر في أنك تستشير الشخص المختص والمؤهل في هذا المجال، سواء كان عمر ابنك صغير من شهر أو عمر ابنك 10 سنوات. وجود مشكلة ربما تتفاقم مع الأيام، فإحنا لازم نسأل شخص مختص. المركز هو مركز مختص مرخص من وزارة التعليم، الاستشارات عندنا مجانية، ما في أي مشكلة إنه أي ولي أمر يتصل يأخذ أي استشارة. في حال كان ابنك ولا بنتكم كانت عندها أي مشكلة، دورنا إحنا نوجهكم للطريق الصحيح، وإذا كان الطفل ما بيحتاج أي خدمات نحن بيكون عملنا تشيك أب، ما خسرنا ولا شيء. المهم إنه إحنا نطمن إنه نتدخل بطريقة صح ومن بدري، لأن كل ما تأخرنا ممكن الأمر إنه يتفاقم. تدخل مبكر هو أهم نقطة لازم يعملوها ولي الأمر. الله يعطيكم العافية. أنا خلصت أسئلتي، حاب تقول كلمة أخيرة؟ عندك شيء تبي تعرف عن المركز بشكل ثاني؟ نشكركم لتغطية اليوم مركز أمال. طبعا مركز أمال هو مركز 8 سنوات حائز على تكريم وزارة التعليم كأفضل مركز في قطر. نشكركم للتغطية، ونتمنى دائما يكون في زيارات وتغطية إعلامية لتوعية أولياء الأمور إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. بالعكس احنا نشكركم أنتوا على هذه الجهود اللي تبذلونها، صراحة شيء جدا جميل. نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذ أحمد ما قصرت، شكرا لك. إذا مشاهدينا هذه كانت نهاية جولتنا في مركز آمال لذوي الاحتياجات الخاصة. خلونا نطلع فاصل ونكمل وياكم باقي فقرات برنامج صباح الدوحة. عدنا لكم من جديد مشاهدينا، ولازلنا في داخل المدارس. مشاهدينا، خلال الأسبوع الفائت مشاركاتنا المدارس لاحظنا وعروض مميزة، معارض فنية كلها تتعلق بكأس العالم واستقبال كأس العالم في دولة قطر، وتشجيع الطلاب والطالبات وتعريفهم على ثقافات الشعوب الأخرى. اليوم مشاهدينا من مدرسة أم سلمة، ومشاركة إن شاء الله ستكون مميزة، معنا الأستاذة عائشة الخيارين مديرة المدرسة لتعرف على الفعالية اليوم. يعني لاحظنا أستاذة عائشة فرق وعروض فنية إن شاء الله ستكون أوبريت تتعلق بكأس العالم، لو نتحدث ونعرف المشاهدين على الأوبريت.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدرسة أم سلمة منظومة من منظومة وزارة التربية والتعليم، فحبينا أن احنا نواكب الحدث اللي موجود ونحقق أن قطر هي ملتقى الثقافات جميعها وملتقى الدول جميعها، بما أن هذا الحدث عظيم جدا ولا يتكرر، فأحببنا أن طالباتنا يشاركون معنا من خلال هذه العروض الجميلة، وأيضا من خلال نحن نثبت لهم بأن قطر تستضيف كل هذه بمحبة وبترحيب وبطريقة خاصة بكل مدرسة وبكل مكان راح نلقاه في قطر، راح نلقى فيه ترحيب خاص. أم سلمة حبت أن تقدم هذا الأوبريت اللي هو أوبريت التقاء الشعوب، ثم بعد ذلك راح يكون في عرض مميز أيضا رياضي مشاركة، والمنافسة كانت قوية جدا لأن من بداية شهر 8 أبدع قسم الرياضة عندنا والأقسام الأخرى في اللي هي تهيئة الطالبات نفسيا على أساس أن يشوفون الدولة والتغيرات اللي حادث فيها، فحبينا أن هذا البداية تكون من المدرسة يعني نخبرهم ماذا يحدث في دولة قطر وفي العالم ككل. مهم جدا تعريف الطلاب والطالبات على المستجدات التي ستحدث داخل دولة قطر في المرحلة القادمة. معنا يعني مشاهدينا طالبتين جميلتان معنا اليوم، عائشة وأيضا جوهرة، يعرفونا عن الفعالية، يلا خلونا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة عاشر عبدالله في الصف السادس رئيسة مجلس الطلابي. ومعكم الطالبة الجارة عبدالله في الصف السادس نائب رئيس المجلس الطلابي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. استشعر بأهمية الحدث الكبير الذي تنظمه دولتنا الحبيبة قطر، كأس العالم 2022. كانت فكرة اليوم الترفيهي الذي يهدف إلى استكشاف العالم والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وتحفيز الطالبات على جمع معلومات عن البلدان المختلفة في العالم، ومن هذا المنطلق يسر قسم الطفولة المسار الأدبي وقسم الرياضة أن يقدم لكم هذا الأوبريت الثقافي بعنوان قطر ملتقى الثقافات. إذن قطر ملتقى ثقافات وأوبريت خاصة بكأس العالم، يعني خلونا نشوف مع مشاهدينا هذه الأوبريت ومشاركة من طالبات المدرسة. طبعا مشاهدينا كل فريق يرتدي زي البلد أو شيء يمثل البلد المشاركة. الطالبات حاليا يمثلنا دولة قطر بأعلام وألوان العلم الأبيض والعنبي. جرت مشاهدينا تصفيات للوصول إلى الفرق المشاركة، كان هناك مشاركة من عدة دول وكل صف يمثل دولة، وهذه تصفيات النهائية لهذه الأوبريت. من الجميل مشاهدينا والمهم أن نعرف النشأ ونعرف الطالبات على أهمية التعلق بالتراث القطري وتعريف الشعوب على موروثنا الثقافي وزرع محبة الموروث الثقافي في نفوس الطلاب والطالبات أيضا. يعني العرض الأول لدولة قطر، ننتقل للعرض الآخر من روسيا ولا أي عرض أي بلد؟ أسبانيا. أسبانيا أكيد الرقصات الأسبانية معروفة في العالم أجمع. أكيد فلامينكو أكيد معروفة. ما يميز هذه الرقصات ارتداء اللون الأحمر أكيد.
جميل. يعني الرقصة التالية ستكون لبلد أخرى. ننتقل إلى الرقصة الثانية. من أي بلد حاليا؟ أكيد اللون الأخضر والسعودية، أحد الدول المشاركة معنا. إن شاء الله ستكون في كأس العالم حاضرة. جميل 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 حماس الطالبات. أستاذة عايشة، يعني صوت الموسيقى سيكون عالي، ولكن يعني بعض المعلومات عن الرقصات وكيفية تجهيز الرقصات. طبعا الرقصات اللي موجودة واللي انعرضت هي لطالبات أول وثاني، يعني الطفولة المبكرة. كان عبارة عن تقسيم الصفوف على كل صف لدولة من الدول الموجودة، والمشاركة في الثقافات يعني عندنا الدول العربية، وكانت المنافسة تأهيلية من شهر 9 و10 في هاي العروض اللي فازت، مع أنه شاركنا بالضرورة الدول العربية اللي مشاركة عندنا في البطولة. كان التدريب من قبل المعلمات بامتياز يعني، وكانوا مشاركين مثل ما تشوفون طفولتهم بجمالهم بالمشاركات. الكل سعيد أن قطر تستضيف هذا الحدث. يعني حتى الطالبات أستاذة عايشة نلاحظ يعني سعادة بادية على وجوههن يعني بتأدية الرقصات. أكيدا نمينا فيهم من خلال هذه المشاركة بأن أنت واجهة قطر، وأن أنت شيء جزء من هذا الحدث، فبدأوا يعني من خلال يوم بعد يوم يحبون الأشياء اللي هم يقومون فيها، وبهذه الانطلاقة يعني مثل ما أنت شيء يسعدون القلب يفرحونا. يعني الحماس بادي على وجوه الطالبات. أكيد الرقص الخليجي بالشعر أكيد دائما يعني الرقص التقليدي في دول الخليج. حاليا دولة جديدة، الهند معانا حاليا. اللباس الهندي و الحلية الهندية والرقصات الهندية المعروفة أكيد. سننتقل لعرض مميز آخر، يعني براءة الطالبات وجمال الرقصات. روسيا
والزي واللباس التقليدي الروسي. جميل جدا. ننتقل الى اخر دوله معنا واكيد السودان معنا، خلونا نشوف. عرض جدا مميز كان، ويعني كان جدا ممتع استاذه عائشه. جميع الطالبات مشاركات، يعني سنشاهد ايضا عرض رياضي، ولكن الى ان يجهز سؤال استاذه عائشه. يعني ما شاء الله الاتقان والابداع رائع في يعني عند الطالبات، و العمل الجماعي اللي موجود في المدرسة رائع جدا، فالكل يشتغل من أجل أنه يطلع الشيء بيكون فيه جودة عالية. مثل ما قطر نظمت بملاعب متميزة، شوارع، مترو كلها، أيضا المدرسة احتذت بهذه الجودة كلها في التدريب وفي ما يخرج. جميل، نشوف العرض الرياضي مشاهدينا. هاي يلا الرمشة فيا، يا حي من جانب يا زينة من جيبه، جلة على الكيف وجيوبنا بيتك، جيت الشتا وصيفك كريمة، عيني وقلبي بكل الفرحة حبوبي you
العروض مشاهدينا جدا جميلة، قمة في الروعة، قمة في الإتقان. أكيد نشكر الأستاذة عايشة على هذه الجهود، ونشكر الكادر التدريسي والمشاركات في هذا العرض وتدريب الطالبات. أستاذة عايشة، يعني الرسائل التي دائما وجهها للطالبات للحفاظ على الموروث الثقافي، يعني دول ستدخل دولة قطر، سنتعرف على ثقافات شعوب أخرى، ولكن الحفاظ على الموروث الثقافي وعلى عاداتنا وتقاليدنا. طبعا هذه شيء مهم، لأن قطر لها ثقافة معينة ولها أصول إسلامية قوية جدا، فحبينا أن احنا في بناتنا أن احنا نعلمهم رقم واحد أن الحب هو المحرك لكل الأمور. الله سبحانه وتعالى خلقنا بحب، وإحنا نحب قطر ونحب نمثل قطر بالصورة اللي هي الجميلة جدا اللي راح ينقلها أي شخص راح يكون موجود في قطر في خلال كأس العالم. وأهم شيء أن الإنسان يكون مرتبط بأصوله، بعاداته، بتقاليده، بلبسه، بكلامه، بحيثيات، بأخلاقيات. دائما المدرسة تحاول وتشجع الطالبة. أكيدا، وهذا شيء من منهجية وزارة التربية والتعليم، اللي هو المحافظة على الموروث، المحافظة على القيمة الوطنية والاسم قطر في كل مكان لازم يبرز بهذه الطريقة. وعلمناهم بحب وليس بالإجبار، لذلك تجدين العروض مميزة، التدريب متميز، البنات مثل ما أنت شايف نحاولنا الأعمار الصغير اللي تطلع في الثقافة مع الحب مع الجودة كلها اجتمعت في خلال هذه الفعاليات. كل الشكر أستاذة عايشة الخيارين، مديرة مدرسة أم سلمة. يعني قطر مشاهدينا ستستضيف بطولة كأس العالم بالنيابة عن العرب جميعا، وسيقول الزائرون عندما يغادرون: هكذا وجدنا قطر وهكذا وجدنا العرب. إذن من مدرسة أم سلمة عروض تتعلق بكأس العالم، أوبريت رائعة حضرناها داخل المدرسة. سنتابع بقية فقرات برنامج صباح الدوحة، فاصل وإن شاء الله نواصل. حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر في لقاء جديد، وعلى أمل يكون سعيد من خلال صباح الدوحة ننقل لكم جو هذا البلد الصباحي. نقول دائما اللهم أغثنا من خلال هذه الفترة، يعني مقبلين على فصل إن شاء الله يكون جميل، فصل الشتاء، ومن بعد صلاة الاستسقاء اللي كانت صباح هذا اليوم بحضور سيدي سمو الأمير. نسأل الله أن دائما تمطر علينا الخيرات، لأن احنا نعيش في بلد كله خير وبركة. بوجود اليوم نقول في مكان جميل جدا، يعني وجودي فيه نقول ثقافة لبنان، ثقافة أهل الشام، بنعرف أكلاتهم اللي ممكن يقدمونها لنا خلال فترة الصباح، لأن كل بلد لها هويتها فيما تقدم، والأكل ممكن يعكس ثقافة البلد من جانب آخر. فوجود اليوم في أحد فروع نقول وودن بيكري هذا المخبز، ودي أعرف جوائهم الصباحية، وما شاء الله زحمة ما توقعت، يعني إنه ممكن يكون في عجقة في المكان. السلام عليكم أخوي حسام، حياك الله. والله عجقة المكان ما توقعت. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، أهلا وسهلا فيكم. طبعا نورتونا في وودن بيكري، إحنا هنا فرع سلوى، موجود عندنا 6 فروع الحمد لله الآن في الدوحة. من فضل الله عندنا يوميا هذه الأمور، افطورات صباحية، عندنا صالة داخلية أيضا موجودة للناس باستقبالهم باستمرار، عندنا جميع أنواع الفطور ما تشتهيه الأنفس من
أمور من بلاد الشام، من لبنان، من مناقيش، من زعتر، من خبز طازة فريش يومياً عندنا، وكل ساعة في عندنا خبز طازة. عندنا تشكيلة كاملة ممكن بأي وقت تتوفر. تكلمنا عن العمليات اللي دخلنا الحين، دخل المصور وقاعد يصور الجو نفسه. موجودين احنا الآن عند الفرن، اسمه الفرن الدوار، هذا بينتج الخبز المشروح الآن اللي هو خبز الطابون. هذا الخبز من هوية فلسطينية وأردنية، وبرضه بيعمل مجموعة من أنواع المناقيش بهذا الخبز. هذا الخبز هو خليط من الطحين الأبيض والأسمر، فخبز مميز وصحي ويمتاز بريحه طيبه. ومداني اشوفه قبل، توني اشوفه ما شاء الله، على بين الزعتر وبين الجبن وبين، والان هاي التشكيله مناقيش اللي موجوده عندنا، هاي طلبيات طبعا طلع للزباين. في عندنا الزعتر اللبناني، في عندنا الاجبان العكاوي، في خليط الاجبان، في مناقيش وفخارات بشكل متنوع مفضل. هذا التنور دخلنا حتى داخل داخل الفرن. نعم ان شاء الله ما شاء الله التنوع عندكم في المكان، لكن شو اللي يميز المكان اللي عندكم عن بقية المخابز؟ والله شوف، احنا بنفضل الله عز وجل، اول شيء بنهتم بالمكونات. احنا اهتمام عندنا كبير جدا بالمكونات المستخدمة في شغلنا. بنستخدم افضل انواع الجبن، افضل انواع الزعتر، زيت الزيتون اللبناني، العجين حتى في عندنا متنوع، في عندنا العجين الابيض العادي، عندنا العجين الاسمر، عجين الشوفان، حسب طلب الزبون ممكن نغير له المنقوش. يعني ممكن يطلب زعتر بعجين بني بخبز أسمر، ما عندنا أي مشكلة، بعجين شوفان برضو متوفر. هذا الآن اللي بيدخل بالفرن العكاوي، ولا هذه في عندنا ميكس تشيز مع تيركي، والثانية في عكاوي، وفي بالداخل برضو تشيز مع سجق اللي هو سجق اللبناني زي اللحم المفروم مبهر ومتبل بتتبيلة خاصة. مناقيش باللحمة ومناقيش بالجبنة وفي بالصجق وفي بالجبن وفي بالتركي، اللي الواحد يبي كله موجود، اللي بتطلبه موجود. نعم بالضبط. وعندنا حتى زي ما حكيت متنوع العجين، عندنا متنوع، في عندنا الأبيض والأسمر، نستخدم حسب طلب الزبون. في عندنا كمان قسم الحمص والفلافل، برضو هذا عندنا قسم مميز الآن برضو موجود الحمد لله بست فروع. الفلافل على الصب بعد طبعا، وايد عندكم جمهور فلافل اليوم، أشوف ناس قاعد تأكل فلافل في الطاولات هناك. من فضل الله، نعم في طلبات يومي على الفلافل. طبعا احنا متوفرين على برامج الطلبات جميعها، جميع برامج التوصيل احنا موجودين الحمد لله. هذا الأوردر على طول مباشرة بيطلع فريش دائما للزبون. احنا حريصين انه توصل الزبون افضل المكونات مع افضل ما بيطلبوا من سندويشات، من صحون، من اطباق، من اطباق جماعيه برضو عندنا، اطباق مجالس، والحمد لله كل شيء، حتى البروكلي على اللي يعملها هي سندويشة فلافل عاديه، وسعرها على فكره يعني كم سندويشة الفلافل 5 ريال بس. والله حلو، فلافل 5 ريال مع التوصيل شوي مع التوصيل، التوصيل لبرنامج التوصيل مو لنا يعني، ادري لكن عندنا برضو سندويشة الفلافل اضافه مقالي برضو موجود عليها، بتصير سعرها 8 ريال. لا احنا ما راح نطلع الا مخدم فلافل، اكيد طبعا لازم نعمل لكم احلى وجبه الان واحلى سفره وتفطروا معانا وبتشرفونا. لا انتوا عندكم بس بالطريقتين، بالصحن وعندكم اياها بطريقه الساندويتش. الساندويتش بعدين حتى الساندويتش في عندنا مجموعه انواع من الخبز، يعني حتى الساندويتش في عندنا الخبز اللبناني العادي، في عندنا الخبز الاسمر، وفي عندنا الصمون العراقي، وفي عندنا الخبز الصغير اللي هو الميني. ورجيني برضه خبز الميني. ايوه وين خبز الميني؟ وايد صغير. هاي صار نفس البوتيفور السويت، بس هذه يعني لقمات سريعة ممكن الواحد يتناولها هيك موجود. مزمز فيها عيل عندكم بوكسات؟ أكيد طبعا. نعم موجودة من هذا الخبز. في عنا طبعا احنا بنطلع الخبز فريش حسب طلب الزبون، بيطلب الأوردر بنطلع له خبز ساخن. في ناس تداوم وتبي إن هي مع الدوامات، خلى نروح الصوب الثاني. في ناس في الدوامات تبي تتفطر، تبي تعيش الجو هذا ويوصل لك اللي عندها. زي ما حكيت لك احنا بميزنا بنفضل انه نستعمل افضل المكونات. الحمد لله دائما الخضره عندنا طازجه، دائما الحمص يومي، الفلافل على الطلب مباشره، بينعمل سخن مباشره يقدم للزبون، لانه حبه الفلافل هي اطيب دائما، هو ساخن وفرش طبعا. طيب انا بس عشان نصور المكان من الكواليس، نصور يعني ما شاء الله كل زاويه ممكن تمرون فيها عندكم الاماكن هذه، يعني ما شاء الله انا اشوف تنوع. هذا التنوع جميل لما يكون المخبز يضم اكثر من هدف. تكلمنا اليوم عن كواليس المكان، يعني كل مطعم اكيد له نقول كواليسه في العمل نفسه. من الساعه كم انتم تجون عشان تشتغلون المصنع؟ هو بيشتغل 24 ساعه، عندنا الانتاج متوفر باستمرار، المحلات كبيع مباشر للمستهلك.
ما شاء الله المكان اللي احنا فيه اللي هو وودن بيكري عنده كثير من الفروع، لكن ترجعون لعام 2018 من 18 لليوم، هل قدرتوا تستقطبون شريحة أهل الشام، بلاد الشام، لبنان وغيرهم من الدول؟ احنا الان نستقطب جميع الفئات وجميع الجنسيات ابتداء من لبنان، بس اهل البلد نفسهم اكيد يبون اكلهم. اكيد طبعا، لكن احنا تنوعنا مميز زي ما قلت لك، مكوناتنا مميزه، فمن فضل الله في طلب عليها وفي تنوع. احنا بدانا 2018 اول فرع كان باللاند مارك، واول الفرع الاول، وهذا كان الفرع الثاني ب 2019 فتحنا كمان اربع فروع فصار المجموع خمس فروع الحمد لله. 2020 كان الفرع السادس في قطر مول، من فضل الله برضو متوفرين. فرع قطر مول أيضا متميز وفي عنده منيو جديد ومختلف ويتميز عن الفروع الأخرى. طبعا موجود عنده جميع منتجات ودين بيكري بالإضافة لمنتجات خاصة وأطباق خاصة بفرع قطر مول. تكلمنا عن الخبز وأنواعه عندكم، خلنا ندخل بس الناحية الثانية وأنواع الخبز. طبعا الخبز العربي واللبناني، بس شلون بعد الخبز لا انواع عندكم؟ احنا عندنا الخبز اللبناني عندنا ست انواع من الخبز. في عندنا خبز البروتين، وفي عندنا خبز اللي هو الانخال اللي هذا الخبز الصحي اللي بيطلبوه الناس، الاسمر. نعم، اللي هو اقل سعرات حراريه. ونفس الاسمر؟ نعم الاسمر، وفي زياده من كميات الكارب او كميات الالياف اللي بيحتاجها الناس الرياضيين او اللي متبعين كميه معينه. كثير من الناس عندنا خبز خبز مميز، هذا هو من اصل من ستايل من شاء الله حجمك. نعم حجم كبير ويمتاز بطعم وريحه طيبه. يعني في عندنا ايضا مجموعه من انواع الخبز، في عندنا هذا الخبز الصمون العراقي، وخبز اللي هو بسموه اهل الشام الخبز الشامي او الكماج. برضو اذا بتلاحظ الحين الابيض في كمان من خلال وجودنا اليوم نقول في المخابز بشكل عام عشان ننقل لكم الجو الصباحي، وما شاء الله يعني حضور طيب من قبل الناس في طريق سلوى. أغلب الأماكن اللي عندكم يعني هل تشوفون فيها فعلا إقبال في الفترة الصباحية؟ والله هو نعم من فضل الله عز وجل. إحنا لأنه بنطلع الخبز الطازج دائما والساخن، عندنا تشكيلة وتنوع بالأطباق الصباحية، فدائما إحنا في عنا طلب صباحي دائما يتميز. احنا بنكون مستعدين الساعه 6 صباحا لخدمه الجمهور، لخدمه الزبائن، سواء عن طريق برامج التوصيل او عن طريق
الحضور إلى الصالة مباشرة. عندكم قعدات فوق؟ نعم موجود بكل الفروع، في عنا قعدات داخلية، في عنا قريبة هنا تحت، في بالطابق الثاني بهذا الفرع في عنا جلسات. أسعاركم حلوة فمعناتها ممكن الناس توصل لكم بشكل أفضل. مميزة ومكونات مميزة، ما بنستعمل إلا أفضل المكونات من الأجبان واللحوم والخضار، فعليا بنحاول أنه نوفر أفضل صنف وأفضل منتج للمستهلك. الله يقويك، الله يقويك على جهدك، وتشرفنا الأمانة يعني على هذه الجولة السريعة. احنا بودنا تيجونا يوم الجمعة، ان يوم الجمعة بيكون عبارة عن مهرجان صباحي، الناس معطلين يعني اليوم بكرة عندكم زحمة زحمة. نعم يوم الجمعة والسبت بيكون في اقبال اكثر كون الناس طبعا في اجازة اسبوعية. في عندنا مهرجان الطابون، هذا موجود بفرع سلوى كل يوم جمعة، بنعمل المنقوش اللي هي على الخبز المشروح اللي هي بالهوية الاردنية والفلسطينية مميزة، وفي عندنا تشكيلة كاملة. ما قصرت، شكرا شكرا. الله يقويهم، يعني إخواننا من بلاد الشام أو كانوا من أي دولة ممكن فعلا يشرفون بوجودهم، وجود أيضا ثقافتهم، وما شاء الله التنوع جميل لما نشوف أطباق تختلف، ولما تشوفون أيضا وجود مخبز قدامكم فالأكل قاعد يصير قدامكم. احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هذا الهدف من خلال برنامجنا صباح الدوحة، ننقل الواقع الصباحي للبلد في أكثر من زاوية ومكان. في أمان الله.